السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك، رمضان خلص وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. فيروس كورونا، ازاي تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ اكيد في ناس كتير قوي عارفين الكلام اللي هنقوله ده، بس برضو في ناس كتير قوي ما يعرفوش اي حاجة عنه. والحقيقة الفيديو ده كان لازم يتعمل من بدري، لان ده واجبنا كصناع محتوى في الفترة دي اننا نساهم في توعية الناس ولو بجزء بسيط، لان بصراحة المناظر اللي بنشوفها في الاماكن العامة ما ترضيش ربنا. كم الزحمة والتزاحم على مكاتب البريد وفي الاسواق العامة، والناس اللي بتبدل الكمامات قدام البنوك، الناس ماشية ملزقة في بعض ونفسها في وش بعض، ولا اكن في حاجة ولا اكن في فيروس. انا مش عايز انتقد اكتر من كده، ولكن خلينا دلوقتي نتكلم ونعرف هنحمي نفسنا ازاي الفترة اللي جاية. النظافة الشخصية، لازم تهتم بنظافتك الشخصية. اغسل ايدك بالمية والصابون باستمرار، او افركها بالكحول لمدة 20 ثانية على الاقل. اتباع اداب العطس والسعال، يعني لازم تغطي وشك بمنديل وانت بتعطس او بتكح، وتتخلص من المنديل بشكل امن، ولو مفيش منديل استخدم كوعك، وده هيقلل كتير من فرص العدوى للاخرين لو لا قدر الله كنت مصاب. تجنب القرب الشديد من اي حد عنده اعراض برد او انفلونزا، يعني لازم تتبع تعليمات التباعد الاجتماعي في اي مكان خارج المنزل، سواء كنت في السوبر ماركت او في الشارع او في البنك او في اي مكان. لازم تسيب مسافة متر واحد على الاقل بينك وبين اي شخص، ولو لقيت حد بيقرب منك وانت واقف في الطابور او قاعد في اي مكان وعي وبشياكة كده قول له ابعد شوية لو سمحت. ما تتكسفش، خليك جريء، دي حاجة ما فيهاش كسوف. طهي الطعام بشكل جيد، وبالاخص المنتجات الحيوانية والطيور والبيض، لان الحرارة لها قدرة كبيرة على قتل الفيروسات، وبالتالي بنقدر نحمي نفسنا من اي مرض ينتقل من حيوان الى انسان. لازم تلبس الكمامة والجوانتي وانت نازل من البيت، الموضوع دلوقتي بقى اجباري في دول كتير، وفي مصر اللي مش هيلبس الكمامة في الاماكن العامة هيتغرم ب300 جنيه للمرة الواحدة. اول ما ترجع البيت اقلع هدومك وادخل الحمام، خد دش واغسل الهدوم اللي قلعتها لوحدها وممكن تغسلهم معاك وانت بتاخد الدش. نظف بيتك باستمرار، وبالاخص اكرة الباب لانها اول مكان بتلمسه وانت داخل البيت. اهتم بنظافة سيارتك وبالذات اكرة الباب والدريكسيون او السكان، لان دي اكتر اماكن في السيارة ايدك عليها. لو حسيت باي عرض من اعراض الكورونا اوعى تخرج برا البيت، احجز نفسك في اي غرفة فورا، واتصل برقم طوارئ وزارة الصحة التابعة للبلد اللي انت فيها، وهم هيجولك لحد عندك ويفحصوك، وهتلاقوا تحت في الديسكريبشن ارقام الطوارئ الخاصة بوزارة الصحة في مصر وفي مملكة البحرين وبعض الدول العربية. استغل قعدتك في البيت، اتعلم حاجة جديدة، نمي مهاراتك، اكتشف نفسك، اقعد مع اهلك، اتكلم معاهم بدل ما كنت بتبقى قاعد ماسك التليفون بالساعات او الكام ساعة اللي انت قاعدهم في البيت ما بتلحقش تقعد معاهم وبتنزل. دلوقتي جات لك الفرصة اللي تقعد فيها مع اهلك بجد، تتكلم معاهم، قرب من ولادك، صاحبهم. في الوقت اللي بنصور فيه الفيديو ده وصل اجمالي حالات الاصابة في العالم كله 5,210,000 حالة. اجمالي الحالات اللي تم شفائها 2,050,000 حالة. اجمالي الحالات اللي توفت 338,000 حالة. دي كلها ارقام على مستوى العالم، والحالات كل يوم بتزيد. طيب دلوقتي زي ما اتفقنا اهم حاجتين ليك وانت خارج من البيت، الكمامة وانك ازاي تطبق فكرة التباعد الاجتماعي، يعني لازم تلبس الكمامة ولازم تسيب مسافة بينك وبين اي حد واقف جنبك او قاعد جنبك. وفي ظل كل اللي احنا فيه ده، كترة الاشاعات والناس بتشير الاخبار من غير ما تتأكد من صحتها، ابعد عن المواقع الغير موثوق منها، تاخد الاخبار من موقعين بس، موقع منظمة الصحة العالمية وموقع وزارة الصحة التابعة للبلد اللي انت فيها بس. ولازم تتبع تعليمات وارشادات وزارة الصحة التابعة للبلد اللي انت فيها، ولازم تتبع تعليمات وارشادات وزارة الداخلية التابعة للبلد اللي انت فيها في كل شيء، وبالاخص مواعيد الحظر، وتتأكد ان ولادك هم كمان ملتزمين بيها. وانا سايب لكم تحت في الديسكريبشن موقع منظمة الصحة باللغة العربية وموقع وزارة الصحة في مصر وموقع وزارة الصحة في مملكة البحرين وبعض الدول العربية، علشان تتابعوا عليهم اخر المستجدات اول باول لو حبيتوا. ما تستهترش بالفيروس وما تقولش انا صحتي كويسة، انا مناعتي قوية ومش هيحصل لي حاجة، لان ده مش مقياس. ناس كتير صحتهم حلوة ومنهم رياضيين جالهم الفيروس وتوفوا بيه. الفيروس مش بيفرق بين كبير وصغير وبين غني وفقير، انت ممكن تاخد الفيروس وما تحسش بيه وتروح البيت، ولا قدر الله تعدي حد من اهلك اللي في البيت، ولا قدر الله ممكن
يتوفى بالفيروس ده. طب وليه نوصل للمرحلة دي؟ طبعا الأعمار بيد الله، بس ما نرميش نفسنا في التهلكة. لو مش خايف على نفسك خاف على أهل بيتك، عدي الفترة دي على خير من غير ما يحصل لك مكروه ولا لحد من عيلتك. حافظ على نفسك وعلى أهلك، بلاش التزاحم، بلاش نروح أماكن زحمة، ما تخرجش من البيت إلا للضرورة، يعني لو رايح الشغل أو رايح تشتري مستلزمات البيت، روح مشوارك وارجع على طول. كلنا متضايقين من قعدة البيت وناس كتير مصالحها واقفة، بس لو التزمنا إن شاء الله الجائحة دي هتعدي على خير، ونأمل إنها تكون في وقت قصير. لكن لو ما التزمناش الحالات هتكتر والموضوع هيكبر وهيطول معانا. بندعي ربنا يرحم جميع موتانا ويشفي جميع مرضانا بحق الأيام المفترجة اللي احنا فيها، وما يورينا مكروه في حد من حبايبنا أو حد من أهلنا، ويعدي الفترة دي على خير والأمور ترجع تاني زي ما كانت وأحسن كمان. وفي نهاية الفيديو حبينا نقدم كل الشكر والتقدير للجيش الأبيض ونقول لهم شكرا. أتمنى نكون استفدنا من فيديو النهاردة، نتقابل على خير في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.